بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ورد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى صلاة كصلاته الأولى لا يطمئن فيها، فأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع فصلى، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام بعدما سلم عليه، قال له: هذا الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فأقسم هذا الرجل أنه لا يحسن غير هذه الصلاة التي لا يطمئن فيها، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، دليل على وجوب القيام في الصلاة، وهو كذلك، فالقيام في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا به إلا لعذر شرعي. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام ركن من أركان الصلاة، ولكن يسقط القيام في مسائل. المسألة الأولى: عند العجز، فإذا كان الإنسان عاجزا لمرض أو كبر فإنه يصلي جالسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. والمسألة الثانية مما يسقط فيه القيام: صلاة النافلة، فللإنسان أن يصلي النفل جالسا ولو لغير عذر، لكن إن صلى النافلة جالسا لغير عذر فله نصف أجر القائم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. وأما إذا كان معذورا بأن صلى النافلة جالسا لعذر شرعي فله أجر القائم تماما، لأنه معذور في ذلك. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه القيام: إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا فإنه يجب على المأموم أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام. فلو فرض أن الإمام أصابه علة وصلى جالسا، يعني ابتدأ الصلاة جالسا، فإن المأموم الذي خلفه يجب عليه أن يصلي جالسا ولا يجوز له القيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فأمرنا أن نتبع الإمام، فإذا
صلى الإمام جالسا فإننا نصلي جلوسا. وهذا الحكم أعني صلاة الإمام صلاة المأموم جالسا خلف الإمام فيما إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فحينئذ يصلي المأموم خلفه قائما. فها هنا مسألتان: المسألة الأولى إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما فيجب على المأموم أن يصلي قائما حتى لو فرض أن الإمام في أثناء الصلاة حصلت له علة فجلس، فالمأموم يتم الصلاة قائما. وأما إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فيجب على المأموم أن يصلي جالسا ولو كان قادرا على القيام. فهذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام في الصلاة في حال الخوف، فإذا كان خائفا فله أن يصلي جالسا. ومثل العلماء لذلك رحمهم الله، قالوا: كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير لو قام لرآه العدو، أو بينه وبين سبع جدار قصير لو قام لرآه السبع واعتدى عليه، فحينئذ يصلي جالسا لهذا العذر. فهذه أربع مسائل يسقط فيها القيام في الصلاة: المسألة الأولى عند العجز، والمسألة الثانية إذا في النافلة، والمسألة الثالثة إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، والمسألة الرابعة في حال الخوف. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الإسباغ بمعنى الإتمام، ومنه قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومعنى أسبغ الوضوء أي أتمه. والإسباغ أعني إسباغ الوضوء نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فأما الإسباغ الواجب فهو غسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بها في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الأعضاء الأربعة يجب غسلها. والنوع الثاني من الإسباغ إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك من المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك أيضا تخليل الأصابع، سواء كان ذلك في أصابع اليدين أم في أصابع الرجلين، وهو في أصابع الرجلين آكد. وكذلك أيضا مسح الرأس أن يقبل ويدبر، كل هذا من الأمور المستحبة. فإسباغ الوضوء إتمامه، والإتمام قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الوجهة، والمراد بها الكعبة شرفها الله، وسميت قبلة لأن المصلي يستقبلها في صلاته، ولأنها تكون قبالته حال صلاته. واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة وكبر في نواحيها خرج عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين وقال: هذه القبلة، هذه هي القبلة.
فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة شرفها الله كان يستقبل بيت المقدس، فكان إذا صلى في مكة في المسجد الحرام كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بقي نحو من 16 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، وكان يتطلع أن يوجهه الله تعالى إلى الكعبة لأنها قبلة الأنبياء. ولهذا قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك، ولم يقل تقلب بصرك، لأنه يلزم من تقلب الوجه تقلب البصر، ولا يلزم من تقلب البصر تقلب الوجه. فالإنسان قد يقلب بصره ووجهه ثابت لا يتحرك، لكن يلزم من تقلب الوجه أن يتقلب البصر. فقال عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني تشوفا وشوقا وتطلعا إلى أن يوجهك الله إلى القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة المسجد الحرام. وفي هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، دليل على أن الإنسان إذا لم يكن قريبا من الكعبة ومعاينا لها فإنه يستقبل جهتها. فالمصلي إما أن يكون معاينا للكعبة بأن يرى الكعبة بعينيه، وإما أن يكون غير معاين. فالمعاين للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها قطعا، ومن المعاين أو يدخل في المعاينة من يصلي في المسجد الحرام، فإن حكمه حكم المعاين حتى لو لم يرى الكعبة. ولذلك لا عذر لأحد في المسجد الحرام عن أن يستقبل غير عين الكعبة. وقد وضعت الحكومة وفقها الله، وضعت خطوطا وعلامات من وقف عليها أصاب عين الكعبة. أما إذا كان الإنسان غير معاين للكعبة وهو البعيد فإنه يستقبل جهتها، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبال القبلة كما سبق شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويسقط استقبال القبلة في مسائل: المسألة الأولى في النافلة في السفر، فالمتنفل في السفر يستقبل جهة سيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر أينما توجهت به. فللمصلي نافلة في السفر أن لا يستقبل القبلة وإنما يستقبل جهة سيره. والمصلي المتنفل في السفر له قبلتان: قبلة أصلية وهي استقبال الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي أن يستقبل جهة سيره، فيجب عليه إما أن يستقبل هذا أو هذا. فلو فرض مثلا أنه يصلي، أراد أن يصلي النافلة في السفر والقبلة الكعبة عن يساره وجهة سيره أمامه، فصلى جهة اليمين، يعني لم يستقبل لا الكعبة ولا جهة سيره، فلا تصح صلاته لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية. هذه المسألة الأولى مما يسقط فيه استقبال القبلة، وهي النافلة في السفر.
المسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال الخوف، يعني في صلاة الخوف، قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. والمسألة الثالثة مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال الاشتباه، فإذا اشتبهت القبلة على الإنسان فإنه يتحرى ويصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها هي القبلة. فمثلا لو أن إنسانا في برية في البر وليس عنده ما يستدل به على القبلة، بأن كانت السماء غائمة وليس عنده من الأدوات والآلات ما يستدل به عليها، فله أن يتحرى ويصلي إلى أي جهة. ثم لو تبين فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، لأنه اتقى الله تعالى ما استطاع. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الرابعة مما يسقط فيه استقبال القبلة في حال العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة إما لمرض أو غيره فيسقط عنه. فالمريض الذي يكون على السرير ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة أو إلى الكعبة فإن الاستقبال يسقط عنه. أما إذا أمكنه أن يوجه سريره إلى جهة القبلة فيجب عليه، لكن لو فرض أنه لا يمكن لأن السرير قد ارتبط بأجهزة من التنفس والمغذيات وغيرها ولا يمكنه أن يحرفه أو أن يصرفه يمنة أو يسرة، فحينئذ يسقط عنه استقبال القبلة. إذن هذه أربع مسائل يسقط فيها استقبال القبلة: المسألة الأولى عند العجز، والمسألة الثانية عند الاشتباه، والمسألة الثالثة النافلة في السفر. والنافلة في السفر قلنا إنه يجب عليه أن يستقبل إما جهة إما قبلة فرعية وإما قبلة أصلية. فهذه هي المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر. وهذه هي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد الصلاة إلا بها فرضا كانت أم نفلا، لا تنعقد الصلاة إلا بالتحريمة، أعني تكبيرة الإحرام، فرضا كانت أم نفلا. وهذا التكبير، أعني تكبيرة الإحرام، لها شروط: أولا أن تكون بهذا اللفظ، فلو كبر بغير ذلك أو أحرم بغير ذلك لم يصح. فلو قال الله الأجل، الله الأعظم، الله الأعز لم يصح، لا بد أن يقول الله أكبر. وثانيا أن يراعي الترتيب، فلو نكس وقال أكبر الله لم يصح. وثالثا أن لا يمد الهمزة في الجزئين، يعني في لفظ الجلالة وفي لفظ الله وفي لفظ أكبر، فلا يصح أن يقول الله أكبر، لأنه حينئذ تنقلب الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. قال الله تعالى: الله خير أما يشركون، فلا يصح أن يقول الله أكبر. وثانيا أيضا أن لا يمد الهمزة في أكبر، فلا يصح أن يقول الله أكبر أو الله أكبر، كل ذلك لا يصح، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. إذن لا بد في تكبيرة الإحرام من هذه الشروط الثلاثة: الشرط الأول أن تكون بهذا اللفظ الله أكبر، والشرط الثاني
أن يراعي الترتيب، فلا يصح أن ينكس ويقول أكبر الله. والشرط الثالث أن لا يمد الهمزة في الجزئين وكذلك الباء. هذا التكبير يعني تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بل لا تنعقد إلا به. والتكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب ومستحب. فالتكبير الذي هو ركن تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز، تكبيرات صلاة الجنازة كلها أركان، فالتكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فيما لو زاد كلها أركان. قال أهل العلم: لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. النوع الثاني تكبير واجب، وهو تكبيرات الانتقال من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود، يعني من الرفع بعد الركوع إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس بين السجدتين، فهذه التكبيرات واجبة. والنوع الثالث سنة، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء. فالتكبيرات الزوائد سنة، فيسن للإمام أن يكبر في صلاتي العيدين والاستسقاء بعد تكبيرة الإحرام في الأولى ستاً وفي الثانية خمساً بعد تكبيرة الانتقال. هذه التكبيرات سنة، لو لم يأتي بها المصلي لصحت صلاته. أيضاً من التكبير الذي هو سنة تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعاً. فلو أنك أتيت ووجدت الإمام راكعاً فيجب عليك أن تكبر للإحرام، هذه ركن لا بد منها. كونك تكبر للركوع هذا سنة، هذا سنة وليس واجباً. ولكن هنا أيضاً أنبه إلى أنه يجب على المصلي حينما يريد أن يكبر تكبيرة الإحرام أن يأتي بها قائماً. وبعض الناس إذا أدرك الإمام راكعاً يكبر حال هويه وحال خفضه، وهذا لا تنعقد صلاته، فتجد أن يقول الله أكبر ثم يهوي، يعني حال هويه، بل يجب عليه أن يقول الله أكبر وهو قائم ثم يركع. أما من كبر حال خفضه وحال هويه فإن صلاته لا تصح، لأن تكبيرة الإحرام يجب الإتيان بها حال القيام بإجماع علماء الإسلام، ولا يصح أن يأتي بها في غير ذلك إلا إذا كان عاجزاً لمرض أو غيره. ومن أدرك الإمام راكعاً فالأفضل أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للإحرام وهو قائم، وتكبيرة للركوع. وإن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام والركوع أجزأه ذلك، وإن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الإحرام فقط أجزأه ذلك. وأما إذا كبر تكبيرة واحدة ونوى بها الركوع فحينئذ لا تصح صلاته بل لا تنعقد، لأنه لم يأتي بالتكبير بالتحريمة التي هي تكبيرة الإحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ، أتى بثم الدالة على التراخي، لأن هناك شيئا بين التكبير وبين القراءة، وهو الاستفتاح والتعوذ. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والفاتحة؟
ما تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام له: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا الاستفتاح سنة، وبكل نوع مما صح الاستفتاح به عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح أن يستفتح، فيصح به: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى غير ذلك مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاح. بل إن الأفضل للمصلي أن لا يلزم نوعا واحدا من الاستفتاح، بل ينوع، أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بهذا، فلا يلزم نوعا واحدا. كلما كبر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو كلما كبر اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا مخالف للسنة. السنة أن تحرص على الإتيان بأنواع الاستفتاح الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك فوائد عظيمة، منها أولا الاهتداء والاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وثانيا أن فيه حفظا للشريعة وحفظا للعلم، لأن الإنسان الذي يلزم نوعا واحدا ينسى بقية الأنواع. وثالثا أنه أدعى لحضور القلب في الصلاة والاستحضار، لأن الذي يلزم نوعا واحدا يكبر تلقائيا أو كما يقال أوتوماتيكيا، لكن الذي يعود نفسه أنه أحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بهذا وأحيانا يستفتح بهذا، يكون هذا أدعى إلى حضور قلبه في الصلاة. ورابعا أن فيه أيضا دفعا للسآمة والملل، لأن الإنسان أيضا إذا لزم نوعا واحدا من أنواع الاستفتاح أصابه السآمة والملل، فكونه ينوع بأن يفعل هذا تارة وهذا تارة، هذا فيه دفع للسآمة والملل. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم اقرأ، والقراءة لا تكون قراءة إلا بتحريك الشفتين، فالكلام والنطق لا يكون كلاما ولا قراءة ولا يترتب عليه حكم إلا إذا حرك شفتيه. وبهذا نعلم خطأ ما يفعله بعض المصلين من كونه يصلي وهو صامت لا يحرك شفتيه يقرأ بقلبه، ومثل هذا لا تصح صلاته، لأنه لا يسمى قارئا للقرآن ولا ناطقا به. ولذلك لو أن الشخص طلق زوجته بقلبه لم يقع طلاقه، لا بد أن يتلفظ، فلا بد للمصلي من أن يحرك شفتيه، فكل ذكر لا بد فيه من تحريك الشفتين. لو أن إنسانا قرأ القرآن من غير أن يحرك شفتيه، صار ينظر في المصحف فقط يقرأ بعينيه، مثل هذا لا يثاب. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الجنب مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، قالوا له أن يتهجى القرآن بقلبه، له أن يقرأ بقلبه، لأن قراءة القلب ليس لها حكم، والقول بالقلب لا يسمى قولا عند الإطلاق، لأنه إذا قيل قول فالقول هو ما كان نطقا باللسان، ولا يقال القول بالقلب إلا مقيدا، كما قال عز وجل: ويقولون في أنفسهم. إذن
يجب أن نتنبه لهذه المسألة، وهي أنه لا بد لكل ذكر أمر الشارع به أو رتب عليه ثوابا أو حكما لا بد أن يحرك الإنسان به شفتيه، لكن لا يشترط أن يسمع نفسه. إسماع النفس ليس شرطا، بل الشرط هو أن يحرك شفتيه. قال: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يقرأ، لأن قوله ثم اقرأ أمر مشترك بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، وذلك أن القراءة في الصلاة منها ما هو واجب بل ركن، ومنها ما هو مستحب. فالواجب الذي هو ركن هو الفاتحة، فلا تصح الصلاة إلا بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في الإمام والمأموم والمنفرد. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. إذن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، أما ما سوى الفاتحة فإنه سنة وليس بواجب. فلو اقتصر الإنسان على الفاتحة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة فإن صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة أنه يقرأ من المفصل، والمفصل من سورة قاف، وقيل من الحجرات، إلى آخر القرآن. وهذا المفصل له طوال وقصار وأوساط، فطواله من سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. كان الهدي الغالب في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي يعني في الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. هذا هو غالب هديه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإمام وكذلك المنفرد أن يحرص على أن يقرأ بذلك، يعني أن يقرأ من المفصل، ولا يمنع أن يقرأ من غير ذلك أحيانا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، وقرأ في صلاة الفجر، وقرأ في صلاة المغرب أيضا بالطور، وقرأ في صلاة الفجر بالزلزلة. لكن الكلام على الهدي الغالب، فغالب هديه أنه يقرأ من المفصل. ثم إن كون الإمام يقرأ من المفصل فيه فائدتان: فائدة للإمام نفسه، وفائدة للمأموم. أما الفائدة بالنسبة للإمام فهو أنه إذا ارتج عليه أو نسي آية أو أخطأ في آية يجد من المأمومين من يفتح عليه، لأن الغالب أن من خلفه يحفظون المفصل. وأيضا فائدة بالنسبة للمأموم، وهي أن تكرار قراءة هذه السور تعينه على حفظها. ولذلك بعض كبار السن تجد أنه لم يقرأ، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك حفظ سورا من القرآن من خلال تكرار الإمام لها، بخلاف ما إذا كان الإمام مثلا يقرأ من سورة البقرة أو من الأنعام أو من المائدة وأخطأ،
ربما لا يجد خلفه من يفتح عليه، قد يكون خلفه أيضا إنسان حافظ ولكنه لا يستحضر الرد. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الخير، فعلى الأئمة أن يحرصوا على ذلك، أعني على أن تكون غالب قراءتهم من المفصل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما تيسر يعني ما كان يسيرا، وذكرنا أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا بها. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع، يعني بعد أن تقرأ ثم اركع. وأتى بثم الدالة على التراخي، لأن هناك أيضا سكتة بين القراءة وبين الركوع، والسكتات في الصلاة ثلاث: الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، يسن للإمام أن يسكت لأجل أن يستفتح هو ومن خلفه، يستفتح ويستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة. والسكتة الثانية بعد الفاتحة، فإذا قال الإمام: ولا الضالين آمين، فيسكت قليلا. هذه السكتة فيها فوائد، منها أولا أن الإمام يتراد نفسه إليه، ومنها أيضا أن يستحضر ما يريد أن يقرأه إذا لم يكن هيئ نفسه، ومنها أيضا أنه يعطي المأموم فرصة لقراءة الفاتحة، ومنها أيضا الفصل والفرق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. السكتة الثالثة تكون بعد فراغه من القراءة السورة وقبل الركوع، فيسكت قليلا ثم يركع. قال عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم اركع، الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، هذا هو الركوع، أن ينحني تعظيما لله. وحد الركوع أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، فإذا انحنى بحيث أن يديه تمس ركبتيه فهذا هو الركوع المجزئ إلا لعذر شرعي. والركوع يجتمع فيه ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم، ففيه تعظيم قلبي، وفيه تعظيم قولي، وفيه تعظيم فعلي. فالتعظيم القلبي أنك تنحني وتعتقد في قلبك أنك معظم لله، ذال له سبحانه وتعالى. والتعظيم الفعلي أنك تنحني، انحناؤك هذا تعظيم لله بالفعل. والتعظيم القولي أنك تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. فاجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: تعظيم قلبي، وتعظيم قولي، وتعظيم فعلي. وحد الركوع كما تقدم أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. وإذا قدر أن الإنسان هيئته وهو راكع كهيئته وهو قائم فإنه ينوي فقط. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن الأحدب يجدد الركوع بالنية. فالأحدب الذي قد تقوقس ظهره وانحنى ظهره بحيث أن حال قيامه كحال ركوعه، لو قلنا له اركع ما استطاع أن يزيد على ذلك، فهذا إذا أراد الركوع ينوي بقلبه فيقول الله أكبر وهو على حاله وينوي الركوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: حتى تطمئن قائما. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والسجود يجب أن يكون على الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.
قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي رواية حتى تطمئن جالسا. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الرجل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة أو شيئا من صفة الصلاة أخل بركن من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، لأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة لا يطمئن فيها، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولهذا لما علمه الصلاة قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فنص على الطمأنينة لأن هذا الرجل أخل بها. فما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة هي السكون وإن قل، والقدر الواجب منها أقل مجزئ منها أن يأتي بقدر الذكر الواجب، أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه. فمن ركع وقال سبحان ربي العظيم فقط أتى بالطمأنينة، أما لو ركع دون ذلك لم تصح صلاته. إذن أقل زمن للطمأنينة هو أن يأتي بقدر الذكر الواجب، فإذا ركع قال سبحان ربي العظيم، هذا أتى بأقل مجزئ. إذا رفع قال ربنا ولك الحمد، هذا هو المجزئ. إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى، وهكذا. فهذه هي الطمأنينة، هي السكون وإن قل. والطمأنينة من أعظم أركان الصلاة، وهي من أعظم الأسباب الموجبة للخشوع، لأن كثيرا من الناس قد تجد أنه يعاني من عدم الخشوع في الصلاة، ويقول أنا لا أخشع في صلاتي. ومعلوم أن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته فالحقيقة أنه لم يستفد منها. نعم هو أسقط الواجب عليه، لكنها لم تؤثر في قلبه. والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما بالنا نصلي وبعد الصلاة ربما لم يخرج الإنسان من المسجد يفعل المنكر، قد يسرق وهو في المسجد، قد يسب أو يشتم وهو في المسجد، أو إذا خرج من المسجد وفتح دكانه يغش المسلمين ويخادعهم، هل هذا صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب لا. هل عدم نهيه عن الفحشاء والمنكر لخلل في الصلاة أو لخلل في فعله للصلاة؟ نقول هو لخلل في فعله للصلاة، لأنه حقيقة صلى صلاة بالحركات فقط ولم تؤثر هذه الصلاة في قلبه. فما هي الأسباب الموجبة والجاربة والمعينة على الخشوع في الصلاة؟ الجواب الخشوع في الصلاة له أسباب سابقة عليه وأسباب مقارنة للصلاة. فمن الأسباب السابقة أولا أن يحرص الإنسان على التبكير في الحضور إلى المسجد، لأن كونه يحرص على التبكير في الحضور أدعى إلى خشوعه في الصلاة، لأنه إذا دخل المسجد وصلى ما كتب الله عز وجل له ودعا أو قرأ قرآنا كان ذلك تمهيدا وتوطئة لما يريد الدخول فيه، بخلاف الذي يأتي على عجل، يأتي وهو يلهث يريد أن يلحق الركعة، مثل هذا في الغالب لا يخشع في صلاته. ثانيا من أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر حال خروجه من بيته إلى المسجد أنه يفعل ذلك لله، أنه يمتثل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. فأنت حينما تخرج تقصد بخروجك أن تؤدي هذا الفرض و
وهذا الأمر الذي أوجبه الله تعالى عليك. أما الأسباب المقارنة فمنها أولا أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه وهو الله تعالى، وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، فتستحضر أنك تقف بين يدي هذا العظيم وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. الواحد منا لو وقف أمام سلطان من السلاطين أو ملك من ملوك الدنيا تجد أن عليه الذل والخضوع والخشوع، فما بالنا إذا وقفنا بين يدي الله لا يحصل منا ذل وانكسار وانطراح وخشوع بين يدي الله عز وجل. إذن من أسباب الإعانة على الخشوع استحضارك أنك بين يدي الله عز وجل، وتستحضر أيضا أنك تناجيه، فإن الله تعالى إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال بجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فأنت إذا استحضرت هذا، إذا قلت الله أكبر وقرأت الفاتحة، استحضر حينما تقول الحمد لله رب العالمين أن الله يجيبك ويقول حمدني عبدي. إذن هذا من أسباب الخشوع. من أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر الإنسان ما يقوله في صلاته، فإذا كبر قال الله أكبر، يستحضر ما معنى الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء. إذا قرأ الفاتحة يستحضر الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد، أنك تصف الله تعالى بصفات الحمد لكمال إنعامه وكمال صفاته. إذا ركعت سبحان ربي العظيم، ما معنى سبحان ربي العظيم، أي تنزيها لك يا رب عن كل ما لا يليق بجلالك وعظمتك. إذا رفعت وهكذا، فتستحضر ما تقوله في صلاتك. ثالثا أيضا من أسباب الخشوع أو الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة أن يكون المكان الذي يصلي فيه الإنسان ليس فيه ما يشوش عليه، فلا تصلي وأمامك أطفال يلعبون أو أناس يضحكون أو مثلا صور أو تلفاز أو نحو ذلك، لأن هذا سوف يشغل قلبك. أيضا من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة كما تقدم، فالطمأنينة من أعظم الأسباب المعينة للمرء على خشوعه في صلاته. من ذلك أيضا أن يكون نظر المصلي محصورا إلى موضع سجوده، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب. بعض الناس إذا كان يصلي تجد أن بصره يتقلب يمنة ويسرى، إذا دخل أحد المسجد صار يرقبه وهو يصلي، وأين ذهب، متى دخل، أين وضع حذاءه، أين يريد أن يصلي، وهكذا الثاني والثالث، فيفوت على نفسه الخير العظيم. من أسباب الخشوع أيضا في الصلاة أن يحرص الإنسان على أن يستحضر حال صلاته كأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أمامه، فيستحضر قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومتى عمل الإنسان بالأسباب المذكورة وغيرها وجاهد نفسه فسوف يجد في نفسه تحولا وتغيرا. أنت حينما تأتي مثلا صلاة الظهر وتحرص على هذه الأسباب، قد تخشع في يعني سابقا قد يكون خشوعك 20%، جاهد نفسك تخشع 50%، في صلاة العصر تزيد 70%،
في صلاة المغرب تزيد 90% إلى أن تكون صلاتك خاشعة. وإذا خشعت في صلاتك حقيقة حصلت الفلاح، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ولهذا مدح الله تعالى المؤمنين فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وانشرح صدرك واطمأنت نفسك وجعلت قرة عينك في الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أهمه أمر، فزع للصلاة. وكان يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. ومع الأسف أن بعض الناس يقول أرحنا من الصلاة، يعني يتمنى إذا دخل في الصلاة أن الإمام يسلم، يقول متى يسلم هذا الإمام، أطال بنا وعطلنا عن أشغالنا ونحو ذلك. وهذا مناف لما يجب أن يكون عليه المؤمن من حبه للصلاة. والصلاة أيها الإخوة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيجب علينا أن نحرص عليها أولا أداء لها في أوقاتها، وثانيا أداء لها جماعة إذا كنا ممن تزموا الجماعة، وثالثا أن نحرص على الإتيان بها على الوجه المشروع كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لأمته صفة الصلاة بقوله تارة وبفعله تارة وبالأمرين معا، فقد بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بين الصلاة بقوله لأنه صلى وقال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين لهم أيضا بفعله فكان يصلي ويقتدون به. وجمع بين الأمرين فإنه صلى ذات يوم على المنبر لأجل أن يراه الصحابة، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد، ثم قال بعد ذلك: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إنما فعلت ذلك لتأتموا بي، يعني لتكونوا لتأتموا بي، يعني يكون إماما لكم وتقتدوا بي، ولأجل أن تعلموا صلاتي. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على الإتيان بالصلاة على الوجه المشروع الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نجاهد أنفسنا على ذلك قدر الاستطاعة وقدر الطاقة. ومما أيضا يعين الإنسان على حضور قلبه في الصلاة أن يحرص على السنن الراتبة القبلية والبعدية، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، و4 ركعات بسلامين قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على في اليوم والليلة على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لهدى، وأن يجعل عملنا في رضا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.